السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الاول بنعرفكم بنفسينا، انا الدكتور مايكل مدير مزارع ابو ظبي للدواجن في سويحان. احنا طبعا في البداية بنشكر سمو الشيخ منصور بن زايد على الاستضافة الطيبة جدا والفكرة الممتازة لتشجيع الانتاج المحلي واستدامة انتاج الدواجن في دولة الامارات العربية المتحدة. بنشكر كل القائمين على ادارة الفعالية. بننتج دجاج لحم فريش وبننتج بيض المائدة. حياكم في مهرجان جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد.